بعد أن تابع عدد كبير من المشاهدين مسلسل كسر عظم وعاشوا أحداثه وتفاعلوا ويا شخصياته، أنا بوعدك أنك راح تشوف الحكم مكسور. لكن أن يموت البطل ريان وبسرعة، لا تصدق؟ لا لا لا، الأمر لم يمر مرور الكرام، ولأن احنا تفاجئنا جدا بهذا الشيء كان ضروري نقابل ريان. أوبس سوري، I mean سامر إسماعيل، عسى بنعرف شو اللي صار ونطمن عليه. هاي شغلة من الشغلات العظيمة تسجل كاتب المسلسل علي معين صالح، قدر عن جد يقتل بطل من أبطال المسلسل خلال 10 حلقات من مسلسل مكون من أكثر من 30 حلقة. يعني كمان حتى للمخرجة للمدام رشا الشربتجي، هاي فيها جرأة كبيرة كثير حقيقة، يعني. وهذا الشيء نحن مو متعودين عليه شوي بأعمالنا، يعني هذا الشيء بيصير أعمال مثل جيم اوف ثرونز، يعني هذا الشيء صار رائج عالميا، يعني اني انا بصدم المشاهدين بهذا الشيء. لكن كثيرين ارادوا ان تبقى وزعلوا عليك. وردت الفعل اللي صارت يعني زعلت على حالي، يعني زعلوني عن جد. سامر زعل على ريان، لكنه في الحقيقه كان سعيد بردود الافعال والنجاح اللي حققه كسر عظم. الحمد لله توفقت باني بشكل فجائي انا فتت على هذا المسلسل، يعني كان كثير الوقت قصير بالنسبه للتحضير وكل شيء، فنحن كان في عنا توقع انه هذا العمل راح يكون من الاعمال راح تكون ضاربه هي السنه، بس حقيقه يعني رده الفعل كانت شوي اكبر أو بعرف أكبر بكتير صراحة من باقي متخيل. الحمد لله يا رب هذا الشيء بيكبر القلب وفرحني يعني من جوا. سامر خبرنا كيف بسرعة قرر يشارك في هذا المسلسل، لكن أردنا أن نعرف إذا تحضير شخصية ريان أخذت من وقته الكثير. هي حقيقة هي بتصير على كل الشخصيات الممكن نلعبها، هي تقريبا طريقة واحدة، يعني شبه انغماس بالدور وهوس فيه. هذا الشيء بالنتيجة بيعطيك أنت الشكل الخارجي تبع الشخصية، وبنفس الوقت العالم النفسي تبع الشخصية بصير بيتراكم معك مع مرور الوقت من خلال قراءتك، بعدين بصير خلال شغلك عليه تمرينك عليه، بعدين انطلاقا بالتصوير مع المخرج وملاحظات المخرج حتى الزملاء الممثلين. يعني سيدي بتتكرم وتتفضل لعنا على الحاجز الاول، في قضية كتير كبيرة ولازم تكون موجود عليها. نجاح سامر وكل الممثلين في هذا العمل أعاد المسلسلات السورية للواجهة. إن شاء الله هلا يعني بعد ما هالأوضاع تحسنت شوي تتحسن أكثر، وبيرجعوا يعني الصناع الأقوياء اللي كانوا يشتغلوا، أو حتى بيطلع صناع جدد. يعني كمان هلا صار الوقت إنه الشباب بياخذوا الفرص الكبيرة مثل ما عم يصير هلا حقيقة، يعني مخرجين شباب. يعني المسلسلات السورية بتاخذ مكان الأعمال المشتركة؟ ما في حدا بياخذ مكان حدا، يعني أي عمل مشغول بحرفية وبضمير وهيك فهو راح ياخذ مكانه، كان مشترك ولا كان دراما محلية ولا أي شيء. ومن المسلسلات إلى السينما، وهذه المرة السينما العالمية من خلال فيلم تشيلو كلنا ننتظره، لكن ما نعرف إذا كان خبر مشاركة سامر في الفيلم صحيح أو لا. خبر هو صحيح ودقيق، يعني حكى عنه شوي بالصحافة الأمريكية، وإن شاء الله قريبا هيك نبلش نسمع أخبار إما رح نعرض الفيلم ونبلش نحكي عنه تفصيل أكثر. So details please. هي تجربة حقيقة كبيرة، الفيلم حكى عنه شوي، لكن يبدو إنه بنفضل هيك لحتى يكون الفيلم جاهز ويصير وقت عرضه، يعني رح نحكي بتفاصيل أكثر. يعني. طيب خبرنا عن دورك في العمل. نوعية الدور كله يعني كمان هيك إن شاء الله بتتفاجئوا الجمهور فيه، يعني عم نعمل شغلة مختلفة عن الأشياء مسوية بالعادة، هو فيلم رعب بس فيه موسيقى بنفس الوقت. بكل الأحوال من زهرة الخليج we wish you all the best.